كريم عريلوش من جديد، إليك الخط كريم وضيفك الكريم، تفضل. مساء الخير زميلتي هاجر، مساء الخير لمشاهدينا الكرام. نعم، نحن دائما مع التغطية المتواصلة للحدث الدولي، الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي تعرف يعني مراحل متقدمة من سير هذه الانتخابات، حيث أكدت بعض الوسائل الإعلامية قبل قليل أنها تم تسجيل مشاركة تاريخية في الفترة الصباحية لهذه الانتخابات، حيث تم تسجيل انتخاب 46 مليون ناخب، وبالتالي كذلك يعني وهذا دون تسجيل يعني انتخاب الولايات الغربية للولايات المتحدة الأمريكية. وكذلك كنا قبل قليل في موعد مع كلمة للسفيرة الأمريكية بالجزائر جو بولاشيك، حيث تحدثت أن العلاقات بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية لن تتغير بتغير الإدارة الأمريكية أو بحضور رئيس أمريكي جديد، بل بالعكس من ذلك، حيث ستتطور هذه العلاقات إلى 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 المزيد من التحسن والمزيد من التقدم. وكذلك في سؤال آخر للصحفيين الذين يحضرون هذا الحفل الانتخابي في السفارة الأمريكية، حول ما هل ستبقى السفيرة الأمريكية جو بولاشيك في الجزائر أم أنها ستغادر، أجابت الصحفيين أنه تمشيا ويعني تمشيا وما تمشيا مع كافة السفراء في العالم، أنه بما إن يتم انتخاب رئيس جديد فإن كافة السفراء في العالم يقدمون استقالتهم، هي يمكن اعتبارها استقالة رمزية، لكن يتم تقديم استقالتهم. وبالحديث أيضا عن الانتخابات الرئاسية، في هذه الأثناء تكون الولايات في الغربية للولايات المتحدة الأمريكية تكون قد انطلقت في عملية التصويت، حيث يمكن تسجيل مشاركة تاريخية في هذه الانتخابات التي ستحدد إما فوز المرشح الديمقراطية هيلاري كلينتون أو المرشح الجمهوري دونالد ترامب. وللمزيد من التحليل ولهذه العملية الانتخابية التاريخية في الولايات المتحدة الأمريكية، نسعد باستضافة الدكتور اسماعيل دبش، الذي سنطرح عليه اسئله حول المشاركه التاريخيه للامريكيين في هذه الانتخابات. بدايه استاذ اسماعيل دبش، نشكرك على حضوركم معنا في هذا البث المباشر من السفاره الامريكيه. في رايكم استاذ دبش، ما الذي دفع بالامريكيين الى المشاركه بقوه في الانتخابات الرئاسيه خاصه في الفترة الصباحية؟ يعني تم تسجيل مشاركة تصويت 46 مليون ناخب أمريكي، في رأيكم ما هو السبب أو الدافع لهذه المشاركة القوية؟ أولا الرقم ليس مؤكد حتى الآن، ممكن أن البداية بدأت بكثافة ثم بعد الظهر تنقص العملية على حسب اليوم، ولكن رغم ذلك إذا كان هناك إحصائيات تؤكد أن النسبة مرتفعة خلافا للرئاسات السابقة، فيعني ذلك أن هذه الانتخابات تميزت بعدة نقاط التي بما فيها الإثارة، خاصة الفضائح التي كان يتهم فيها المترشحين السيدة كلينتون و ترامب، استعمال أحدث وسائل الاتصال مباشر مع المواطنين الفيسبوك، يبدو أن ترامب حطم رقم قياسي في الاتصال مع كذلك أن الناخب الأمريكي بدأ يحس أن الانتخابات الرئاسية أصبحت لها تأثير مباشر في الحالة الاجتماعية والأزمة الاقتصادية في حد ذاتها، خاصة في عهد أوباما، لأن أهم ملف أوباما ربما قدمه هو ملف الصحي، ملف المنظومة الصحية التي ربما انتظر لقرون لعشرات من السنين، ولكن في النهاية استطاع أن يعطي تغطية اجتماعية لهذا الملف. هذا ربما كذلك الملف المصارف المالية، الأزمة الاقتصادية خاصة من خلال البنوك التي تم تسويتها. إذا بدأ الناخب الأمريكي يرى بأن الرئاسية يمكن أن تسجل تأثير مباشر على حياته الخاصة الفردية في حد ذاته، وهذا ما يخليه يشارك بقوة أكثر. ربما كذلك موضوع المرأة، لأول مرة في الولايات المتحدة الأمريكية تشارك امرأة في الانتخابات الرئاسية، وتعرف
أن موضوع تحرير المرأة وحرية المرأة انطلق في الولايات المتحدة الأمريكية منذ أكثر من 100 سنة. يعني 8 مارس اللي نحتفل بها في عيد المرأة هو في الحقيقة أمريكي بالدرجة الأولى. لهذا هذه المقاربة تكون تخلي الناخب الأمريكي يقترب أكثر إلى الانتخابات. كذلك هناك الأزمة الحقيقية التي تعيشها أمريكا، أزمة اقتصادية كبيرة خاصة في الصناعة الأمريكية التي هي تعيش الجمود. الصادرات الأمريكية نقصت بأكثر من 30% في العالم، لأن السوق الآن العالمية هي سوق صينية. كذلك أن العمل الإرهاب الذي أصبح لا يهدد فقط المصالح الأمريكية خارج أمريكا بل يهدد أمريكا في حد ذاتها. هذه كلها تخلي أن الناخب الأمريكي أن يريد أن الرجل الأول في أمريكا يجب أن يكون يتحكم في هذه الملفات ليؤمن الجانب الاجتماعي، ليؤمن الجانب الاقتصادي، وليؤمن حتى الجانب الأمني للناخب الأمريكي. البعض يصف بأن تقريب بعض الأمريكيين يؤلهون الرئيس لأنهم يرونه في الأرض هو الأساس، هو المنظور، وهو كذا وكذا. أستاذ دبش، يعني العديد من كل استطلاعات الرأي إبان هذه الانتخابات أكدت تقدم هيلاري كلينتون. في رأيكم هل يستطيع ترامب في هذا اليوم التاريخي أن يقلب الموازين لصالحه؟ هو موضوعيا كلينتون بحكم التجربة، لأنها ساهمت أنها كانت الشخص الثاني في الدولة الأمريكية ككاتبة للخارجية ومارست السياسة من خلال زوجها. يبدو أنها كانت مكلفة بملف الشؤون الاجتماعية أثناء لما كان زوجها رئيس. إذن هي سياسيا هي المؤهلة أكثر في الفوز بالنسبة للناخب الأمريكي وبالنسبة للعمل السياسي، لأن ترامب لم يسبق له أن تكون له تجربة سياسية بهذا المجال. الجانب الآخر ربما كذلك أن هيلاري كلينتون بحكم أنها امرأة، وهذا ربما يخليها يكسب عدة نقاط على حساب ترامب. لأن الجانب الثالث أن خطاب ترامب خطاب جد متطرف، ليس فقط من في تعامله مع الأجانب أو تعامله مع الديانات وخاصة الإسلام، لكن خطابه بصفة عامة متطرف يتجاوز الفعل الديمقراطي اللي تعود عليه الأمريكان. ولهذا نرى أن الحظوظ رغم أنها يبدو أنها متوازنة، ولكن لا أعتقد أنها تكون متباعدة أكثر في النجاح. من الذي سينجح؟ لكن ما لا يمكن أن الكفة تميل أكثر إلى كلينتون. إذا ما استثنيناش بعض المفاجآت بعض الولايات، لأن تعرف أنه يمكن أن مرشح ما يأخذ أغلبية الأصوات ولكن لا يفوز بالانتخابات، لأن موضوع 50 ولاية زائد 2 ولاية زوج ولايات، وفيها ولاية بها 59 منصب وأخرى فيها 29 وأخرى فيها زوج أو ثلاثة. ولكن من حيث العدد إذن التصويت في ذاته لن يحسم الوضع، وتبقى العملية متوقفة على عملية الانتخابات النهائية للكلية الانتخابية أو الكولاج الإلكتورال الذي سوف يحسم من هو الرئيس. لكن يبدو لي أن الإحصائيات التي تتم اليوم سوف تكون الحاسمة، النتيجة النهائية بنسبة 95% أو 98% للفائز. أستاذ دبش، لو نتحدث الآن عن العلاقات، مستقبل العلاقات الأمريكية الجزائرية، قبل قليل تحدثت سعادة السفيرة الأمريكية في الجزائر أن العلاقات ستتطور عكس ما يمكن قوله أنها ستعرف يعني تغييرا، خاصة إذا كان هناك رئيسا جمهوريا. في رأيكم ما هو مستقبل العلاقات بين الجزائر وأمريكا، خاصة أن ترامب كان قد صرح من قبل أن العمق أن إفريقيا يعني نتركها للفرنسيين، خاصة إذا كان هناك رئيسا جمهوريا؟ أولا يجب أن نعم سدبش، هل الولايات المتحدة الأمريكية في نظرتها الاستراتيجية لإفريقيا هل يمكن أن تسمح في القارة الإفريقية لفرنسا، خاصة ونعرف أن هناك يعني هناك خطوات أمريكية للسيطرة العسكرية على القارة الإفريقية من قاعدة الأفريكوم إلى مؤخرا كان هناك الإفصاح عن قاعدة أمريكية في النيجر، هل صحيح هذا الكلام؟ أولا الخطاب السياسي أثناء الحملة الانتخابية يغلب عليه الدعاية أو والمبالغة أكثر من الواقع.
ثانيا أن سياسة الولايات المتحدة الأمريكية الخارجية ثابتة سواء كان ديمقراطي أو جمهوري.